هي دي المرجله يا حاج انور. اسمك يا ابن الكلاب عايز ايه يا كلب؟ عمال تدور على شويه نسوان عارف الرجاله. لو انت فاكر تعدي بعمدتك السودا اللي انت عملتها دي قسما بالله ده دفعك الثمن غالي وغالي قوي كمان. بص يا عارف الرجاله اخلص ادو طلق جدع يا سنه. كنا شغالين مع واحد نصاب خلصنا شغلنا وما ادالناش فلوسنا وفي الاخر برضو اتلموا علينا وضربونا زي ما انت شايف. لا حول ولا قوه الا بالله. انت مفيش حد مالي عينك ولا ايه؟ انتوا شغالين ايه؟ عمال في المعمار. الناس فاكرين ان سليم ده ضابط مفتري ومجرم هربان. لازم نعرف الناس حقيقته ايه. انا هعرف اتصرف، انا هحرك الصحافه والميديا على القصه دي بس، وانا هشتغل على السوشيال ميديا. بس عجيبه قوي انك تبقي ست وحدانيه وعندك بنات وتستقبل اتنين رجالة غربة عندك في بيتك. شفتوا المكان متطرف ازاي؟ لدرجة ان محدش حاسس بوجودنا اصلا. تفتكري بعد ما خرجوا من عندك راحوا فين؟ ارض الله واسعة. طلع لي اذن نيابة بكرة بالتليفون. خليها بس تداري هنا شوية لحد ما الدنيا تهدى ونشوف هنعمل ايه. بس حضرتك شايف انه صح ان احنا نقعد مع اتنين رجالة ما نعرفهمش؟ ربنا اللي ادرى واعلم يا هدى، وله حكمة في كل حاجة. حواجنا ليهم وحواجهم لينا وجمعنا في طريق. هدى بنتي الوحيده، بس البنت دي فيها حاجه مش طبيعيه. هيكون فيها ايه مش طبيعي؟ بصتها كده فيها حاجه مش مريحاني. انت مش واخد القضيه جد يا صلاح. لا انت بتهزر، يا دوب بتدور على سليم كده مجرد تاديه واجب وخلاص. في ايه يا هدى؟ انا عرفت مين هما الاتنين اللي جم مع حضرتك. مش يمكن تكوني غلطانه يا هدى؟ لا مش غلطانه، حضرتك شوف بنفسك اهو، كانوا مستخبين في نفس الحتة اللي قابلتهم فيها. أنا متأكدة سليم الأنصاري وادي الراجل اللي هربان معاه ودي صورهم. ماشي يا ستي، عايزان أعمل إيه دلوقتي؟ تبلغ البوليس طبعا. أبلغ البوليس عن ضيوفي يا هدى؟ ضيوفك؟ ضيوف إيه يا عم صالح؟ دول مجرمين. ضيوف يا هدى، وضيوف مهمين كمان. ده أنا حاسس إن ربنا رماهم في سكتي وألزمني بيهم. معقول اللي حضرتك بتقوله ده؟ وبعدين حد يدين حد من غير ما يسمع دفاعه. أنت اتعلمت الافتراء ده فين؟ أنا؟ حضرتك اللي واخد الموضوع بالبساطة دي إزاي؟ لأن الحياة يا بنتي ما تستاهلش أكتر من كده. وبعدين هو أنت فاهمة يعني إن أنا هسكت؟ هتعمل إيه يا شيخ صالح؟ هتشوفي بنفسك دلوقتي. الناس دي طول ما هي ايد واحده بيتحركوا مع بعض مش هنعرف نعمل معاهم حاجه. لازم نفرقهم عشان نطلع من المصيبه اللي احنا فيها. بس ازاي؟ اظبط موضوع تايسون اللي مات، اروح لرفاعي برضه مات. يا رب كده مفيش قدامنا غير لطفي وحماد ونشأت والزفت اللي اسمه زناتي ده. يا ريتك يا بيه تعرف توقعهم في بعض، خليهم يقتلوا بعض ونخلص منهم. عشان ده يحصل لازم نعرف عنهم كل حاجة. بس ازاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. خير يا عم صالح؟ في حاجة ولا ايه؟ خير يا ابني ان شاء الله. هو حضرتك لسه هتقول له يا ابني؟ ما ينفعش تقول للباشا كده يزعل ولا ايه يا سليم بيه؟ انا ما بقتش عارف اعمل ايه يا ست اللي هو. انا تعبت من الحكايه توصل لان صلاح الطوخي يقف قدام واحد ويقول له كلمتين ويبستفه زي اي ضابط صغير بيتشد. تبقى سخيفه. ايه؟ عيل صغير ما عملش الواجب اللي عليه. بص يا ست اللي هو، انا عملت اللي عليا تجاه سليم كله. وساعدته بما فيه الكفايه. الدور الباقي عليه هو بقى يساعد نفسه ويساعدني أو يروح في داهية ويسيبني. أنا مفيش قدامي دلوقتي غير إن أقبض عليه وأجيبه.
متهم بقى بريء، مظلوم، عفريت، جنة أزرق، المهم أجيبه بعد كده نبقى نشوف. أنت إيه رأيك يا ست اللي هو؟ أنا ما عنديش حل تاني. هو ده كل اللي حصل يا عم صالح. واحنا بقى مفروض نصدق الفيلم الهندي ده حضرة الضابط؟ طب لما تحب تألف حكاية ألف حاجة تدخل الدماغ. بالراحة شوية يا هدى، مش كده؟ أنا اللي بالراحة يا عم صالح؟ وهو ما كانش بالراحة ليه؟ مسك الولد قعد يضرب فيه لحد ما طلع روحه في إيده. أنا ما ضربتش حد ولا لمست حد. وحد الله يا ابني. لا 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 الله. بص يا عم الشيخ صالح، بان عليك راجل طيب وبركة وبتاع ربنا. كلنا بتوع ربنا يا ابني، محدش له حاجة في نفسه. قسما بالله يا عم الشيخ صالح، اللي حكاه لك سليم بيه هو اللي حصل بالظبط. بس احنا هنعمل ايه يا عم الشيخ؟ هي خلاص عكت معانا، والظلم حط علينا، والدنيا اتعكت معانا، فصدقتنا جزاك الله كل الخير، ما صدقتناش برضه جزاك الله كل الخير. طيب جملت بقى، احنا خلاص اتعودنا على الظلم، هنتكل على الله نشوف طريقنا. وانت بتحط نفسك معالي في نفس الكف، طب على الاقل انت حكايتك تدخل العقل شويه. يا ست هدى، اللي انا بقوله لك ده عشان انا عشرت الراجل ده. سليم بيه ده ورقه نظيفه، وعمره ما عمل اي حاجه من اللي اتظلم فيها دي. هو مش اللي حكوه ده عن الست اللي كانوا عندها لقيتيه موجود على النت؟ اه، بس ده مش معناه ان احنا نصدق. والخبطه اللي كانت في دماغك يا ابراهيم، من الخناقه دي برضو؟ لا يا عم صالح، قال اللي ضربته لما شفتك جاي عشان توقف لنا. عبيط. نعم بقول لك عبيط، بقى تضرب زميلك عشان حاجه كده كده كانت هتحصل. معلش يا عم الشيخ، انا مسامحه، ما هو لو ما عملش كده ما كانش حضرتك هتقف لنا. الله، ده انت طلعت عبيط زيه انت كمان. يا ابني افهم، انا ربنا طلعني من بيتي ووداني المشوار ده واخرني فيه عشان اعدي جنب الحته اللي انتوا فيها في الزمان والمكان ده واجيبكم معايا هنا. ولو الدنيا كلها حاولت تمنعنا ما كانتش هتقدر. سبحان الله، الحمد لله. يا سليم، انت خبطت زميلك عشان حاجة ربنا كاتبها لك، تبقى عبيط ولا لا؟ قوم يا ابني اتوضى. سليم، قوم اتوضى وبعدين نتكلم. ملكة ده شاد، ساعة ما جيت وانت لو ليه بوزك كده عامل زي اللي غضبانة في بيت ابوه. عرفان يا تامر. فهمت انا ايه كده يعني؟ عرفان من ايه ما تنطق؟ اتخانق انا وانجي خناقه بنت 60 كلب. ايه ايه؟ وانتوا ايه يا ابني ما بتفصلوش؟ لا بس المره دي انيل. المره دي سابت البيت وراحت تقعد عند امها. وانا بصراحه مش عارف اعمل ايه. ما انا بقول لك يا شريف تعمل ايه وانت اللي ما بتسمعش الكلام. يا دي احلق لها، ما تبقاش حمار كده. ما بقدرش يا جدع. بحبها وما بقدرش على زعلها. لا ما بقدرش على زعلها. حط امك ما انت نافع. خلاص يلبس بقى ما تعرفنيش. طبعا. انت هتحس اصلا. انت عيل بارد. تشكر يا عم مقبوله منك. اصلوا. تحب انزل معاك يعني اصالحكوا على بعض ولا اعمل ايه انا؟ لا حط امك خليك انت بره الحوار المره دي. دي اصلا لا بتطيقك ولا بتطيق سيرتك. ليه ان شاء الله؟ بتغير منك. غير مني؟ هو انت قايل لها ايه بالظبط عن علاقتنا يا؟ يا باجي مفهم. بتغير منك اكمل يعني بسيبها وباجي اقعد معاك. معرفش انا ليه مستحمل القرف اللي انا عايشه بسببك ده. مراتي ومش بتطيقك. ابويا ونفسه تخفى من حياتنا انت وابوك. معرفش ليه انا ماسك فيك كده. مع انك عيل تقرف والواحد اصلا يقرف ان هو يبص في خلقتك. ماشي يا عم شادي.
اديك طلعت الكلمتين اللي محشورين في زورك بقالهم كتير. على الله تكون ارتحت. يا معلم انا اسف. انا مش قصدي ازعلك. عارف هذا شالي؟ انا لو زعلت من الدنيا دي كلها عمري ما بزعل منك. انت اخويا يالا. بس يعني يا انجي مراتك دي بصراحه مخها طايق. يسيح احنا اتغار منها. والله انا بقول لها. روق روق. ربنا يخليك ليا يا صاحبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش فاهمة يا إبراهيم. أنت ليه بتربط نفسك بيه؟ أنا قريت قضيتك وشايفة إن أنت اتخذت في الرجلين. والله يا أنسة هدى من ناحية اتخذنا في الرجلين فإحنا الاتنين اتخذنا في الرجلين. بس هنعمل إيه بقى؟ مفتري عليه ربنا. الافتراء ان انت تفضل ماشي رجلك على رجله لحد ما هيوديك في داهيه وانت مش ناقص. انت غلبان يا ابراهيم. والله من ناحيه الغلب انسه هدى سليم بدا يعني راجل ابن اصول وابن ناس ومحترم وفي نفس الوقت برضه غلبان. كلنا غلابه يا ابني. امسك يا سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحلف يا سليم على المصحف إن اللي انت حكيته لنا ده كله صحيح وحقيقي وإنك بريء من التهم اللي انت هربان منها؟ يا شيخ صالح. هدى تحلف يا ابني؟ أحلف يا عم الشيخ والله العظيم. لا تقول بسم الله الحق الذي يحاسبنا بالحق. بسم الله العدل الذي يحاسبنا بالعدل. أحلف بالله الحق إني ما قلتش غير الحق وكل التهم اللي عليا دي أنا بريء منها. وأنا مصدقك يا ابني. أنا مش مصدقك. هتقعدوا معانا علشان حلف؟ قالوا للحرام احلف. من خدعنا بالله انخدعنا له يا هدى. شوف يا ابني انتوا ليكوا عندي حق الضيافه 3 ايام. لو لا سمح الله اتضح انكوا بتكذبوا يبقى هما 3 ايام وبس. انما لو طلعتوا صادقين ساعتها نشوف هنبقى نعمل ايه. يلا ربنا يا عم صالح. احنا ما كذبناش عليكم في ولا كلمه من اللي قلناها. اه والله يا عم الشيخ صالح هو ده اللي حصل بالظبط اللي قاله لك سليم بيه. وانت راجل بركه وبتاع ربنا ولو احنا بنكذب عليك اكيد قلبك هيحس. حاسس يا ابني وعشان كده انا مصدقكم. يلا بينا يا هدى. ما تبقيش عبيطة يا هدى. أنا عبيطة يا عم صالح؟ أمال يعني قصدك إن أبوكي هو اللي عبيط والناس بتضحك عليه؟ لا العفو طبعاً ما أقصدش أقول كده. بس بصراحة بقى الناس دول بيستغلوا طيبتك. يا بنتي هم اللي عبطوا وبيضحكوا على نفسهم. مفيش حد يقدر يضحك على ربنا. يعني إيه؟ ربنا يمهل ولا يهمل. واللي فرحان بغلطه النهاردة بكرة يندم عليه. يعني حضرتك شايف انهم كدابين؟ بالعكس. برضه هتقولي حاسس؟ الاحساس نعمة يا بنتي والعقل برضه نعمة. وادي انت قريت اللي عملوه مع الست اللي كانوا قاعدين عندها. ايوه ممكن يكون ده حصل. والبنت الغلبانة اللي ربنا بعتهم لنجدتها في الترب لما كانوا بيهربوا جايز يكونوا مش كدابين في ده. بس سليم في الاصل مجرم. اخص عليك يا هدى. يا بنت ده انا كنت فاكرك اذكى من كده. بقى في عقل يقول ان في مجرم مفتري يغامر بنفسه في ازمته عشان يغيط الولايه. مش عارفه جايز. كل شيء جايز يا بنتي. بس الناس دول فيهم خير وظهر مره واتنين وتلاته
ولو كان عندهم غلط شايلينه، واجب علينا نبص على الخير اللي جواه ولا ايه؟ برضو مش عارفه. مفيش حد عارف حاجه يا بنتي، المعرفه بالله ولله وحده، وربنا ألهمني إن أقف مع الناس دول وخلاص. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أهلا وسهلا، ده البيت كله نور، ده البلد كلها نورت، ده احنا زرنا النبي. يا غاليين يا اللي من ريحة الغالي. تعيش يا ست حنان. أهلا وسهلا يا ست الكل، ابنك زينة الرجال. أنا مش عايزة أقول لحضرتك قد إيه ابنك راجل وسيد الرجالة، يا زين ما ربيتي، يا زين ما خلفتي، اللي هي ربنا يفك كربه يا رب ويردهولك سالم غانم يفرح قلبك. اللهم آمين. متشكرة أوي يا ست حنان. أنا مش عايزة أقول لك لولا وقفة سليم بيه جنبي في المصيبة اللي أنا كنت فيها، أنا مش عارفة كان جرالي إيه. أهو إحنا بقى يا ست حنان جايين لك بخصوص الموضوع ده. عايزينك تصوري فيديو تحكي فيه اللي حصل مع هند، وما تخافيش هنقول ان هند كانت متجوزة مصطفى، والمشاكل اللي حصلت دي السبب فيها اهله. اصور فيديو؟ طب ما هو ده انا اتصورت صوت البطاقة بالعافية، وبعدين انا اخاف اتصور يعني اقول كلام يعمل لي مشاكل مع الحكومة، وسليم بيه هربان. ما تخافيش يا ست حنان، الموضوع بسيط قوي، وبعدين ما فيهوش اي حاجة قانونية هترجع عليكي. وحتى لو في مشاكل يا بيه انا ما بخافش، خير سليم بيه مغرقني، بس انا يعني خايفه التصوير دوت يعني يعمل مشكله لبنتي، ده ربنا سترها، افضحها انا بايديا. على فكره لو على وش حضرتك احنا ممكن نعمل شويه حاجات بالكمبيوتر كده مش هيكون باين خالص. ممكن كمان ما تقوليش اسامي لو تحبي. هاي قلتي ايه؟ ماشي اللي تشوفوه، طالما ده في مصلحه سليم بيه خلاص اعمله. كتر خيرك يا ست الحلال. خلاص اتفقنا. شكرين قوي يا ست حنان. الو ايه سلمى، طمنيني عملتوا ايه؟ هايل، يعني الفيديو معاكي؟ طب تمام، على ما ترجعوا انتوا هكون ظبطت الدنيا. ماشي يا حبيبتي، باي باي. صباح الخير يا نسا فريد. صباح النور. صباح الخير. صباح الفل. ايه النور والحلاوه دي يا شيخ صالح؟ ازيك يا سليم؟ ازيك يا عم صالح؟ اظن نمتوا واستريحتوا، وانا الاوان بقى نتكلم في الجد وصريحكم زي ما صرحتوني. يا صلاح بيه انت مش عايز تصدقني ليه؟ انا فعلا ما اعرفش مكان سليم. لا انا المره دي مصدقك، ومصيرك تعرفي ان سليم الانصاري في الاخر مش هيلاقي ملجا غيرك انت. وانت تفتكر ان انا لو عرفت مكان هبلغك؟ لا انا مش متفائل قوي للدرجه دي، بس بتمنى يعني انه لو اتصل بيكي او اتصلت بيه تبقى تبلغي رسالتي الاخيره، طالما الرساله اللي فاتت ما عجبتهوش. بلغي ان صلاح الطوخي مش هيسيبه، انا ارحم من غيري بكتير قوي. الوزراء قلب عليه الدنيا وهيجيبوه، لو وقع في ايد حد غيري هيضيع، انا ارحم من غيري. على اذنك. انا اساسا من الاسماعيليه، جينا هنا ايام التهجير، خدت دبلوم معلمين وتعينت مدرس في البلد. بعد الحرب ما خلصت ما رضيتش ارجع مع اهلي. ليه بس يا عم الشيخ صالح؟ ده حتى اسماعيليه جميله وجواها حلو. كنت شفت مشيره حبيتها وتعلقت بيها، قلت اقعد على امل ان اتجوزها. واتجوزت عم صالح؟ وعشنا مع بعض 15 سنه من غير خلفه لحد ربك ما رزقنا بهدى. ما شاء الله، ربنا يخليها لك. بس ربنا زي ما بيدي بياخد. مشيره زاد عليها المرض بعد الولاده، اتوفت ودفناها جنبنا هنا وسابتني بطولي مع هدى. طب ما رجعتش ليها مصالح على الاقل تلاقي حد يساعدك في تربيتها؟ واسيب مشيرة لوحدها؟ المهم ربنا قواني على تربية هدى،
وفضلت اترقى لحد ما بقيت ناظر المدرسه. اهل البلد كانوا يحبوني لدرجه ان بأم بيهم في كل صلاه وبخطف فيهم كل جمعه. امال ما خدتناش نصلي في الجامع ليه؟ ما انت الامام بتاعي. ما هو من كام سنه كده ابتدوا الناس يتلموا حوالين عطيه. مين عطيه يا حاج؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. عطيه عزام ده كان اخيب طالب عندي في المدرسه. يا ما شديت عليه عشان ينصلح حاله، مفيش فايده. كان عيل شقي من صغره، يعمل مشاكل مع الصغير والكبير. وابوه عزام العدوي كان اكبر تاجر اثار في البلد. اثار ايه؟ والحكومه فين اللي هو معروف قوي كده؟ الحكومه سقطتنا من حساباتها من زمان يا ابني، وكاننا في دوله تانية. لو مؤاخذه يا عم الشيخ صالح، هو عطيه ده عمل معاك ايه بالظبط؟ من كام سنه سمعنا ان ربنا هداه وتلم على شويه مشايخ في بلد جنبنا له اخت متجوزه فيها، وبعدين رجع لنا بهيئه جديده وشكل جديد وسمى نفسه ابو مصعب. وبعدين لقيته طلع المنبر وبدا يخطب في الناس ويهديهم لطريق ربنا. قلت له لا، عاوز تتكلم اتكلم براحتك بس مش على المنبر. فضل يحاربني لحد ما منعني من طلوع المنبر، وبعدين منعني من دخول الجامع خالص. يعني ايه منعك من دخول الجامع؟ هو بيت اهله؟ ما منعنيش عافية، ووصل الناس انها تبقى كارهة ان اقرب من الجامع. يا ساتر يا رب، معقولة؟ شوية يقول لهم ده مجدف، وشوية يقول لهم شيعي، ومرة درويش. ده انا عملت فصل تقوية للولاد هنا بالمجان، فضل ورا اهاليهم يخوفهم مني لحد ما منعوا العيال تيجي البيت. طب مش فاهم الناس دي بتصدقوا ازاي؟ الجهل والفقر بيخلوا البني ادم يصدق اي حاجه، خصوصا لو الحاجه دي مرتبطه بالاكل والشرب. وهو عطيه وراه فلوس ابوه وفلوس مشايخه. يعني الناس ماشيه وراه كده زي البهايم من غير ما يفكروا. الناس يا ابني مش عايزه اللي يقول لها طريق ربنا سهل، عاوزين اللي يسودها في وشهم عشان لما يقربوا من ربنا يحسوا انهم عملوا حاجة صعبة وكبيرة. لا حول ولا قوة يا رب. طب وانت حاج ما سبتلهمش الجمل بما حمل ورحت عشت في اسماعيلية ليه؟ واسيب عطية وابوه ينفذوا اللي في دماغهم؟ هو ايه موضوع ابوه ده يا عم صالح؟ عزام العدوي مستني ان انا امشي من هنا عشان يحفر تحت البيت ويدور على اثار. آثار؟ يعني هو لسه بيشتغل في الآثار رغم إن ابنه استشيخ؟ وأكتر من الأول، لأن مولانا الشيخ عطية أصدر له فتوى إن تجارة الآثار حلال، وكل البلد بتشتغل معاه حتى اللي كانوا رافضين زمان. ولما حطان البيت اتشرخت جات لهم على الطبطاب، منعوا أي عامل يجي يشتغل في البيت عندي. وانا راجل كبير زي ما انتوا شايفين، ما اقدرش على الشغلانه لوحدي، عشان كده جبتكم معايا هنا. احنا عنينا ليك والله يا شيخ صالح. بس عم صالح احنا مالناش شغل المعمار، ما انت عرفت الليله واللي فيها. يا ابني ايد على ايد نقدر نعمل حاجه، وايد ربنا فوق الكل. انا ما بقولش ان دي قصاد دي، حاشا لله، انتوا ضيوفي سواء ساعدتوني أو ما ساعدتونيش. يا عم صالح احنا معاك في أي حاجة، بس في مشوار لازم أعمله الأول. مشوار إيه تاني يا سليم بيه؟ احنا ما صدقنا كأننا شوية. عشان كده كل الناس بتفكر زيك دلوقتي إن أنا مش هعرف أتحرك، ده أحسن وقت أتحرك فيه. وهتتحرك على فين بس يا ابني؟ أقول لك. يا سلام، هو ده الموضوع اللي قلقك قوي كده ومخليك تجيلي المعرض بالنهاردة؟ ده أنت عمرك ما عملتها يا بغل. أنت كده على طول ظالمني يا حاج. طب لعلمك بقى، بغض النظر يعني عن اي مواضيع ولا اي حاجه، انا كنت والله العظيم هعدي عليك من نفسي عشان كنت وحشتني. ولا شوف الساعه دول تعملهم على امك مش عليا انا. لغايه دلوقتي انت برضو مش عايز تقدر سعه ابوك. عين وحشك يا انت. احنا عايشين في بيت واحد مع بعض.
يا حاج، ما انت مش واخد بالك، احنا الفتره اللي فاتت دي مواعيدنا مش راكبه مع بعض خالص. تامر اتلم، بطل صياعك في اللي حصل. طب يا حاج، يعني انا بعد اللي حكيته لك ازاي مستهيف الموضوع كده؟ عشان هو اساسا الموضوع تافه. ايه يعني حماد مش عايز ابنه يعرفك؟ عنه ما عرفك يا اخي. المهم بيني وبينك بقى، الراجل عنده حق، لان انت معرفتك تشبه ما تشرفش. حاج والنبي سيبك من كيفك في تهزيق في الراحه والجايه ده، وخلينا في المهم. انت عارف ان شاري ده صاحبي الوحيد، وكمان عم حماد ده عشره عمرك وعارف كل بلاوينا. ايه اللي يخليه يقلب علينا فجاه كده؟ زي ما حماد عارف كل بلاوينا، احنا كمان عارفين كل بلاويه. تشغلش بالك انت. تشغلش بالي ازاي بس يا حاج؟ انا عايز اعرف دماغه فيها ايه. ولا فيها حاجة، وبس قلبه خفيف شوية وبيركب الهوا بسرعة. لاي هروب سليم الأنصاري ده قاله حبتين بس. يعني هو قاله لوحده يا حاج؟ الصراحة لا، قلقان أنا كمان. بس هيروح فين؟ بس يروح. بص يا تامر، الحاجة الوحيدة اللي أنا عايزك تتأكد منها إن لا سليم الأنصاري ولا حماد ولا الجن الأزرق يقدر يلمس شعرايا منك طول ما انا عايش. بعدين يا ابني، يا ابني هو انت متخيل ان انا ما كنتش شاب صغير يعني كده وكنت خاربها؟ لا، ده انا كنت خاربها اكتر منك. بس بالعقل، لم نفسك، بلاش وشوميه. تعالى يا اخي شوف اكل عيشك، اكل عيشك ده اللي هيبقى كله في ايدك لما انا اموت. ده الشر عليك يا حاج، ما تقولش كده. ربنا يديك الصحه. انا عارف يا حاج ان انا تعبتك معاك كتير. حقك عليا، بس يعني موضوع المعرض والشغل ده احنا اتكلمنا فيه ياما، خلينا كده احسن. كان على الغشوميه ما تقلقش، عشان انا اتعلمت من اللي حصل. يا ريت تبقى اتعلمت. اتكلم على الله بقى. ماشي، مش عايز مني حاجه؟ لا يا حبيبي متشكر. مش عايز فلوس ولا ها؟ عايز فلوس منك انت؟ لا مستور. طيب خد، استنى خد، تبقاش تقول لأمك إن أنا اديتك. حبيبي يا حاج، السلام عليكم. يلا. خد بالك من نفسك يا تامر. حاضر يا حاج. ربنا يسترها علينا وعلى الجميع يا رب. ده كل اللي حصل بيني وبينه. يا جماعة صلاح بيت أخي ده أنا عارفه كويس. وجو الحنية اللي هو عامله ده مش داخل عليا خالص. وبعدين هو حقاني صحيح، بس ما يعرفش أبوه في الشغل. والدنيا مقلوبة عليه بسبب إن هو مش عارف يجيب سليم. والعمل إيه بس يا ابني؟ والله في رأيي افتكر ان احنا المفروض نكمل في اللي احنا ماشيين فيه. على الاقل نعدل الدفه شويه. عارفين ممكن نعمل ايه كمان؟ ايه؟ نجيب البنت اللي سليم انقذها من الاغتصاب في المقابر، ونعمل لها فيديو مع الفيديو بتاع حنان. دي هنجيبها منين دي؟ لا ما تقلقيش، انا عارف اتصرف في الموضوع ده كويس. تفتكر يا ابراهيم سليم سابك وهرب بعد ما عرف ان انا كشفتكوا؟ ازاي بس يا انسه هدى؟ هو لو نيته يهرب كان هياخد معاه الشيخ صالح. ليه لا؟ ممكن يكون خد معاه الشيخ صالح علشان يهربه من الكمين، عشان ابويا عارف الطرق هنا كويس، وبعد كده هيسيبه ويهرب. ما هو ظابط. لو مؤاخذه عني في دي الكلمه يا انسه هدى، هو انت ليه مش طايقه سليم بيه وقرشه ملحته كده؟ عشان ظابط يا ابراهيم، وانا ما بحبش الظباط، بالذات لو جبابره زي صاحبك. طب يعني هو انت ليه مش مصدقاه رغم ان والدك الشيخ صالح مصدقه؟ والدي راجل طيب قوي، بيحب الناس، كل الناس يا ابراهيم، وياما حصل له مشاكل بسبب طيبته دي. طب وانت ليه ما طلعتيش زي والدك؟ عشان انا شفت المشاكل اللي حصلت له من الناس بسبب طيبته. يعني انت لسه مش مصدقه سليم بيه لحد دلوقتي؟ ما اعرفش، ممكن يكون اللي قاله ده حصل فعلا، بس هو زي كل الضباط، ممكن يكون لامم نفسه عشان المصيبة اللي هو فيها دلوقتي، إنما صدقني أول ما يخرج منها هيرجع أنيل من الأول. اللي صحيح هو أنت عرفتينا إزاي؟ من الفيسبوك. أصل أنا متابعة قصة زيادة الله يرحمه من الأول. الله يقطع الفيسبوك وسنينه، والله ما مودي الناس في ده غير الفيسبوك واللابتوب والبلاوي السودا دي. إيه اللي أنت بتقوله ده يا إبراهيم؟ ده بيجيب لك الدنيا كلها وأنت قاعد بتعرف كل حاجة بتحصل وانت قاعد في مكانك، سياسة، فن، طبخ، كل حاجة. كن ايه يعني؟ ده قناة أخبار يعني ولا جراب الحاوي؟ تقدر تقول كده. بص مرين.
في ايه؟ في ايه يا ابراهيم؟ لا اله الا الله، حاجه تقطع القلب. انا مش عارفه اخره النيله الارهاب ده ايه. حبيبي يا أشرف. سليم، وحشتني يا سليم. انت كمان وحشتني قوي. طمني عليك، انت كويس؟ الحمد لله عايش. وحد الله يا ابراهيم، ده مات شهيد يا راجل. هو في حد طايل؟ ادعي له بالرحمه. مسكينه نور اختي، اثار عامله ايه دلوقتي؟ احنا كنا خلاص هنخلص جيش ونجوزهم ونفرح، بس الزهر بقى مكتوب علينا الحزن. مش هينفع اللي انت بتقوله ده، ده ابتلاء من ربنا ليها. خطيبها مات شهيد وانت في نفس الوقت بعيد عنها، ودلوقتي معاها ربنا اللي احسن من الكل. رايح فين يا ابراهيم؟ رايح فين يا ابراهيم؟ انت رحت فين؟ هحكي لك على كل حاجه بعدين. المهم دلوقتي انا عايز منك حاجه ضروري. قول لي. انا عايز تليفون زياد. تليفون زياد مقفول، وطول ما تليفونه مقفول ما نقدرش نعرف مكانه فين. عارف، بس هيتفتح قريب. ازاي؟ دي بقى شغلتي، بس اول ما يتفتح عايزك تعرفي لي مكانه فين وتبلغيني على طول. وانا هبلغك ازاي؟ هبقول لك تكلميني على اي نمره. حاضر. انت كويس يا سليم؟ والله يا فريد انا نسيت الكويس ده عامل ازاي، عشان كده ما بقتش عارف انا كويس ولا لا. بس كل اللي اعرفه ان انا مش هينفع افضل كده، لازم الاقي حل بسرعه. احنا كلنا مش ساكتين، وان شاء الله باذن الله ربنا هيظهر الحقيقه قريب. انا بس مش عارفه اعمل ايه مع اللي اسمه صلاح ده. ما تعمليش، انا اللي هعمل. سليم، انت ناوي على ايه؟ ما تخافيش يا فريده، مش ناوي على حاجه. المهم دلوقتي طمنيني، امي وسلمى عاملين ايه؟ كويسين يا حبيبي الحمد لله. اطمن. اطمن. انت مش عارفه قد ايه وحشوني. اسمعيني بقى كويس، لازم امشي. تمشي؟ هو انت لحقت تقعد؟ معلش يا فريده، احاول اجي لك تاني قريب. قومي دلوقتي ركزي معايا عشان تعرفي لو حصل حاجه توصلي لي ازاي وتكلميني على ايه. وبعدين بقى شايل الشغل العيال بتاعك ده؟ والله لو حركات العيال دي اللي هتخليكي تنزلي وتشوفيني، انا مستعد اعملها لك على طول. قلت لك اعصابي تعبانه، رحت اقعد عند ماما كام يوم، رحت انت برضه جاي لي في اول يوم. اعمل ايه يا انجي؟ وحشتيني. يا سلام. والله العظيم وحشتيني. من ساعة ما نزلت من البيت وانت وحشاني. لو وحشتك بجد ما كنتش هتزعلني، مش هتخليني اسيب البيت وامشي. حقك عليا. والله ما زعلك تاني قوي. انت كل مرة بتقول نفس الحاجة وترجع تزعلني برضه. لا. المرة دي أنا جايب معايا دليل. إيه رأيك بقى؟ مصدقني؟ هحاول أصدقك. بس عارف لو زعلتني تاني هعمل فيك إيه؟ مش هيحصل. ها، تحب بقى نروح نصرف في حتة ولا نروح على طول؟ الأمر ده بس. يا أخويا ما تروق كده. هو في إيه ده كله؟ وبعدين ما هو المحامي برضك عنده حق. ما يهرب ولا غرفة 60 داهية. هو يعني كان بإيده إيه يعمله؟ ما تبقيش غشيمة صفاء وقال الكلام. المحامي ده واحد من البهوات زيه زي حماد ولطفي، يعني ما يهموش غير نفسه. ولو عليه ولا طايقني ولا طايق سيرتي حتى، تلاقيه كمان صعبان عليه نفسه ان الدنيا جبرته انه يتعامل مع واحد زيي. ليه يعني يا اخويا؟ ده انت سيد الناس كلها. ده عندك انت بس يا صفاء، لكن الناس دي زيها زي سليم الانصاري، لو طالوا يخلصوا منها يخلصوا مني في ساعتها.
دولاش بس انا ماسكهم من رقبتهم بالفيديو اللي على تليفون الواد. خلاص شايل الهم ليه بقى؟ اللي مش شايل الهم هو سليم ظابط وعامل زي القطط بسبع ارواح. وكل ما افتكر ان انا قاعد كده ومعرفش هو بيدبر لي ابقى هتجنن. يا اخويا ومين عارف، مش يمكن وهو عمال يتنطط يمين وشمال كده تجيله مصيبه تاخده، ولا حتى ربنا ياخد اجله وخلصنا منه. سلام يا صفصف، كانك دخلت جوه دماغي يا بنت وعرفت انا بفكر في ايه. فعلا الموضوع ده تمام، وان سليم يقابل وجه كريم. وده بقى ان شاء الله هنعمله ازاي؟ هنفضل ندعي عليه لغايه لما ربنا ياخده ويموت؟ احنا لازلنا دعاء لا بيحل ولا بيربط يا صفصف، بس سليم لازم يموت عشان يشم نفسنا ونرتاح من الهم ده. يوه وهيموت ازاي بس فهمني؟ هيكون اغلى من اللي راحه، يعني هيبقى اغلى من الرفاعي. انا كده كده شايل دم. لا يا زنيتي بقى، لحد كده بقى يا اخويا وكفايه، كفايه قوي. مش كفايه، لسه فاضل تك. سليم يموت ويبقى جنب فوره، بس المهم دلوقتي الاقي ازاي مين هيدلني عليه. زغرتي يا ام فوزيه، البنت ما طلعتش ليا، خلوا امك تزغرت ياكلوا بالي، البنت مش مكتوبه لي. ايه شغل المسحرات اللي انت عامله ده؟ الله، ما بالمره بقى زغرات يا ام زلطه بالمره. ابني كان في جره وطلع بره، خش يا ظبط لي شيشه. ولا انت ما يجيش في نراك خير؟ ولو كان في خير كانوا ربطوا الكوبايه في الكولدير. اوعى يا معلم اوعى. ماشي. يعني ايه مشي؟ وازاي تسيبيه يمشي؟ كنت اعمل له ايه؟ اكتفه واضربه ولا اعلقه زي ما بتعلقوا الناس في الاقسام؟ لا يا بنتي، بس كنت حاولت تتكلمي معاه وتقعديه. حاولت والله وما عرفتش، وبصراحه يعني الراجل عنده حق، دي اخته. انا لازم اتحرك دلوقتي حالا. على فين بس يا ابني؟ يا عم صالح لو ابراهيم اتمسك في كمين اعرفه مكاني، ولو جم على هنا كلنا نروح في 60 داهيه. يا ابني اهدى كده وخلينا نفكر بالراحه. مفيهاش تفكير خلاص. مستنيين مين دلوقتي؟ مفيش حد. ده جايز يكون ابراهيم معرفش يتصرف ورجع تاني. تعالى تعالى لازم تتدارى، قوم. ازيك يا حضرة الناظر؟ بلغني ان انت جبت 2 اغراب اشتغلوا عندك في بيتك، فقلت اجي اعمل معاهم الواجب وافهمهم الوضع في البلد ماشي عامل ازاي. ما البلد ليها كبير برضو، مش كده ولا ايه؟